مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم مجددا في هذا الجزء الثاني من برنامج رحمة للعالمين مع الدكتور محمود جبلة، الإمام الخطيب والباحث في الشأن الإسلامي. وإحنا بدينا حديثنا في علاقة إكرام الزوجة، نعم. كيف نحسن مع معاملة زوجاتنا، ولكن في الساعة الثانية ما تعرف نبدأ أولا وبالذات في الإجابة على أسئلة السادة المستمعين. وتليفوننا 71 844 404. سميرة من الدندان، ألو. السلام عليكم أخ وليد. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. عليك. والله يعجبني أنا البرنامج، خاطر اليوم أنا أول نهار نسمع، خاطر عندي برشا ما سمعتوش اليوم، ما سمعت على جاء على خاطري أنا البرنامج. مرحبا مرحبا. جاء على خاطري أنا، خاطري أنا بالحق من 2018 معناها ما قصر، أنا ما نطوش عليكم الحكاية. من 2018 خلاص من داري لطول هذا الساعة هذه، وأنا معناها نستنى فيه على نسقة وما تعنيش حتى فرانكو، بالرغم هو راجل كبير معناه عمره 70 سنة في عرس فيه هو 60، ولطول نتبع فيه، وأنا معناه تنحالي كرني تنحالي كل شيء، خطرين فهريت بابا كانت عندي وما عملت حتى شيء، والبرنامج تعرف أنت ما تحكي وأنا نتحكي والله ما عادش نسمع فيك بالقديد ذول، فما عندك شوية ريح بحذيك. اي فما ريح البرا، هنا البرا خلاص برا. اي قلت لي احنا نحكي وشنو هو؟ قلت ما تحكيوا على البرنامج، تحكيوا عليه كي تحكي عليا هنا يعني في بالضبط بالضبط. صحيح. اي ما خاطر هي الوضعيه معناها معروفه في الواقع، معناها موجوده، احنا مش جبناه من روسنا، هذا الواقع اللي نلاحظوا فيه. ثم برشا رجال يظلموا في برشا نساء، ولكن هو الفكره الاولانيه هو انه الناس تختار بعضها من الاول، هي راهي معناها الانسان ينجم يحل ياسر مشاكل كيف يختار من الاول. انا هكا اخترت راجل كبير ويصلي معناها وكل شيء معناها، ما انا معناها صغيره وما وكي اخترت لي هو يصلي معناها، ماهوش معناها انسان ماهوش يصلي، لكن خرجني من الدار حفينه عريانه وعندي معناها جيران تشهد عليا، لا حول ولا قوه الا بالله، خرجت حفينه راسي معناها انا متدينه راسي عريان وسقي حفينه، لا حول ولا معناها، والتو انا حبيت نحيها من بالي الفازه هذيك، والتو خاطر انا ما لقيت حتى واحد واقف معايا معناها في الشده هذه، وانا انسانه مريضه معناها، ولا عندي كل شيء المرض عندي، لطف عليك لطف عليك. ما جبتش صغار منه، ما جبتش صغار. صابره ما كانش عندك صغار منه اختي سميره؟ لا لا صغار معناها هو ولاده هو. ولاده هو المشكل عمان، حتى كيف صار معك بالمشكل متاعي انا كيفاش انا ما سديش ولاد ولده، خاطر هو معناها خرجوا لبرا امهم وابوهم، وانا قلت له راني ما نجمش انا نتهابك انت ونتهاب بروحي معناها راهو كيفي معناها راهو كيفي. وفيدي يخرج البرة معناها، خرج البرة اليونان معناها، مشي اليونان وخليني انا لاني مطوقة معناها، انا عودت فين في القضية متاعي، وهو خليني ومشي، وحتى فرانك انا ما عنديش، ونقسم بالله وراضية وصابرة بحكم ربي، خاطر هذاك حكم ربي، انا ما نجيش معناها باش نفوت حكم ربي، لكن فما رب في الدنيا هذه وقت يوم القيامة باش نقفوا الناس كلها حفات عورات، وكل انسان يحكي حكايته. انا هذاك حبيت نحكي حتى عجبتوني في البرنامج، وانتم ما تحكيوا انا نبكي، قلت هذا كله يحكي فيها وعليا انا. لطف عليك. ويفهم من الناس من اكثر معناها مش من هنا برضه. لطف عليك، ربي يفرش. ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. ماشي. وانا راني يا ياسر نتبع القرآن وياسر نتبع معناها كل حاجة. صح عليك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تلقى السند هو رب العالمين، يعيشك. شكرا لك، يعطيكم الصحة وربي يخليكم. شكرا لك. وقال المرأة هي إذا كان تعمل الشر زاد فما ربي، وزاد كان تعمل الشر فما ربي وكعب. نعم. يعطيكم الصحة وفي أمان الله وسامحوني. لا لا تفضل فرغت قلبك عندك. هو ليس جواب، هي الأخت عرضت حالة من الحالات، وهو مع الأسف موجودة الحالات في مجتمعنا، موجودة بكثرة، وإحنا حكينا في هذا وتي الظلم مش باهي، وأنت أخ وليد يعني تعرضت للمسألة ذي، ولكن نتعرض إلى آية كريمة يعني ينبه فيها ربي سبحانه عز وجل، وهي هذه الآية وردت في سورة النساء. أي نساء يعني ربي اختص النساء بصورة باسم النساء، ثم وردت في أول السورة، وديما الآيات الأولى وخواتم الصور هي آيات تؤكد على معاني عظيمة وعظيمة جدا وجليلة جدا. نعم. يعني ولذلك شو يقول فيها ربي سبحانه وتعالى، يا أيها الناس، وهنا خطاب لعامة الناس، مؤمنين وغير مؤمنين، غير مؤمنين. نعم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رقيب
مرتين ربي عاد اتقوا الله في الاخر يختمها ان الله كان عليكم رقيبا. السيد هذا اللي يستحل زوجه ويخاها ويعرس بها ثم يهملها ويخليها على يعني خاطر هي ما حبش تشد له اولاد ولده لا معرسه لا مطلقه معناها اي ذنب. ان الله كان عليكم رقيبا مش ملزمه هي بتشد لك اولاد ولادك مش ملزمه هو من باب الفضل اي كان حب تبارك الله فيها من باب الاحسان نعم. لكن ماك جايبه خديمه لا ليك لا لولدك جايبه باش تقسمها باش تقسمها الحياه باش تقسمها العيشه الحلوه بما فيها من مر وحلو. احنا نبهت في الناس اللي تظلم بهذا الشكل يعني هذا تعب ظالم. اين انت من قولي ان تقولي صلي اين انت من قوله تعالى ان الله كان عليكم رقيبا. ربي مش يسلك على هذه الارحام ربي مش يسلك انك ذيك زوجتك زوجتها بما يرضي الله تعالى وبشرع الله ثم بعد تهملها تخليها لا معرسه لا مطلقه معلقه معليش علاش اي ذنب اي ذنب. حذر انت جوابك لربي سبحانه وتعالى يوم غدو ربي يسلك علاش باش تقول له حذر هؤلاء الناس الذين وحيانا الزوج يكره زوجته ويجعل الله فيها خيرا كثيرا نعم. هو مش عارف الخير اللي ضيع نعم. نمشي للمكالمة اللي بعد. ألو سي محمد مرحبا من قفصة. ألو السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لي خويا وليد مرحبا وللفريق العمل معك. شكرا تفضل. بالله سويني قبل السؤال أنت رجل خلوق حبيت نحييك على نجاح بنتك وسلام مبروك عليك ربي يبارك فيك يخليك. سؤالي سي وليد الدكتور أحيانا نحس معناها نحس اطمئنان كبير وكأني معناها كان الناس في الجنة كما نقولوا وما وحين أخرى نحس برعب وخوف كبير وكان والعياذ بالله من الشيلة الأخرى. هل هذا طبيعي ولا لا؟ وإذا كان مش طبيعي نحب الناس للدكتور شنو لازم نعمل؟ فهمت هذا سؤالي. هو احنا برنامجنا اسمه رحمة العالمين في البحث عن منزلة الخوف والرجاء. هي علاقتنا يعني دائما بين هاتين المنطقتين. الخوف لا قدر الله معناها ربي يلطف بنا من أنه الإنسان يزل فيذهب معناها يوم القيامة يحاسب حسابا عسيرا وبين هذا الرجاء في رب العالمين في رحمته وفي كرمه. تفضل سيدي محمود. نعم شكرا لك سيدي محمود بارك الله فيك. يعني هذا ما أشرت إليه يا أخي وليد ربي سبحانه عز وجل حتى في مسألة الدعاء يقول في آية كريمة ربي سبحانه عز وجل يصور هذه الحالة في سورة الأعراف الآية 56 قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها نعم. وادعوه خوفا وطمعا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين نعم. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لو قيل أن هناك رجل واحد سيدخل الجنة قال لقلت أنا قال ولو قيل أن هناك رجل واحد سيدخل جهنم لقلت أنا أي. قال فأنا أعيش بين هذا الرجاء في رحمة الله والخوف من أليم عقابه سبحان الله. قال ولو دخلت ساقي اليمنى إلى الجنة وبقيت اليسرى خارج الجنة قال ما آمنت مكر الله خيشيت أن يقول الله ردوه إلى جهنم يعني المسلم سبحان الله. المسلم أن هي من علامات الخير عند الإنسان أن يعيش بين هذا الرجاء والخوف رجاء في رحمة ربي ويعني ورجاء وإقبال على الله تعالى وخوف من الله تعالى يعني المسلم هك علاش ربي يأمنه يوم القيامة نعم. يأمنه بخوفه لله في الدنيا فالحالة هذه حالة يعني حالة راقية الإنسان كل ما يحس بروحه أنه ما هنا يفيق فيسع ويرجع روحه ويرجع باش نرجع الآية الكريمة قعدت أن نبحث عليها في علاقة بما كانت تقول فيه أختنا نعم. سميرة هذه للرجال شي يقول رب العالمين نعم. سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف نعم. بالمعروف يا خويا بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نعم يا ولادي انفيقوا تفيقوا كلنا انفيقوا نعم عاشرهن بالمعروف نعم. نمشي للمكالمة اللي بعد. ألو ألو هلا مرحبا وبيك يا سلامة مرحبا يا سيدي وبيك تفضل سيدي ماي باش نسأل الدكتور يعني والله شكون معنا سيدي سامحنا قلنا شكون منين انت علي زمزني من الحامة مرحبا مشرفوا بيك وباهل الحامة سيدي يرحم والديك بارك الله فيك نعم تفضل والله تو معناها تقولوا المرأة حتى الرجل عنده حقها ومناها طبعا اكيد كم نساء مناها ضد الرجل نعم نعم والله توني نعاني معاناة مراره
الكلام مش باهي انا كذا منها هي من اولاد لا اله الا الله هم اولادك هم اولادك نعم اي وعلاش حسب رايك علاش سي علي مانيش عارف العنف اللفظي اي كلمه نقولها هذا ولا سؤال ما تجاوبني بكلمه مش باهي انا نقول هاي نمشي البقعة الفلانيه تقولي لا ما تمشي ما تشاورش لا لا وعلى وانت تسيء غير وقت تمشي معناها وما تشاوريش راهو ظل الملائكه تنعل فيك تقولي ما اكيد اكيد انت وانت علاش يعني هو علاش هالحقد هذا يا جاه والله يا اخويا مانيش عارف كيفاش والله يا الله اعلم مانيش عارف انت تصرف عليهم يعني ما فما حتى مشكله في تنفق عليهم انا ولادك علاش ولادك علاش واخذين موقف ولاد معهم ولادي منهم خطره معناها يصلي وجي دخل قال لي تصلي ولا ما تصليش ربي ما يقبلش منك وشكيت بيه انا ودخلت حتى للسجن وسمحت هو 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 باهس علي يعني سؤالك انت حسب رايك انت نلتفت للرجال كيما حكينا على النساء إيه ما لازم فما اسباب زاده فما اسباب تو هو الواحد معناها اولاده ومرته بصوره عامه مش نحكي عليك انت لكن بصوره عامه وقت تبدا ثم مشكله اي مشكله ما فما سبب خاطر انت ممكن تقول لي ما نعرفش السبب شنو هو اي ما مش معقول زيد اكيد فما سبب شنو ما ثم حتى سبب سبب ما انا ما ترقدش معي في الفراش مثلا المهم هو فارق السن بيناتكم وفارق السن بيناتكم كبير سي علي لا 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 مش كبير ما انا يعني من مواليد 54 هي من مواليد 60 باه وخايفيش انت طلبت منك كيف تكتب لها رزق ولا حاجه وانت رفضت لا لا اي ما شنو علاش نقطه ثم نقطه خلاف بيناتكم وخذت بنت اختها معناها على سبب ما اخذت بنت اختها مش ما وكل اصابه ما كي قلت لها اني ما تاخذيهاش اخذتها لولدها معناها اي لولدك معناها نعم زوجة اي هاك الاختلاف في انت ضدي. انت ما كنتش موافق معناها على هو على هو اكيد فما معناها فما نساء زادوا يضموا في رجالهم هذا متفاهمين فيه هذا فما نساء عمي في رجالهم لا هذا ما اكيد احنا اليوم خصصنا باش نحكيه على معامله الرجل للزوجه خاطر اغلب الحالات اللي موجوده فيها من الرجال عاملين في نساهم هذا نحكيه بصوره عامه ولكن هذا ما يعنيش انه فماش نساء عاملين في رجالهم روا اي نعم فما ولذلك احنا نذكروا نعم. احنا نغتنموا هالفرصه هذه نتاع سؤال سي علي والوقفه هذه احنا نقولوا كيف كيف راهو وقت قلنا وجعل بينكم موده ورحمه قل قال قلنا بينكم ما قالش بين الرجل والمش في اتجاه واحد في الاتجاهين قال نعم. موده والرحمه راهي تجي في زوج اتجاهات كيما الراجل يفكر باش يود زوجته ويرحمها ويرعاها ويعتني نعم. بها المرأة كيف كيف الأصل هو هذا واللي نقولوه للمرأة رانا نقولوه للرجل كيف كيف واللي نقولوه أيضا نوصيه به الرجل نوصيه به المرأة المرأة نعم. راه إذا كان يبات زوجها غضبان عليها تبات الملائكة العنفة نعم. هذا اللي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون غضب عليها لأسباب نعم. ما عنده فيها حق معناها مش ابنها نعم لأسباب عنده فيها حق مش كون قاعد يكون متغشش مش لأسباب أخرى الأصل أنه المرأة ما تعصيش ولادها على زوجها الأصل هو هذا لأن هذاك يدخل في باب العقوق وقتها تولي تتحمل هي وزرهم ووزر هاك العقوق هذاك وزرين هي مدام قال الراجل عمرتهم على أبوهم وكبرت قلوبهم على أبوهم مش تتحمل معهم الوزر وتتحمل معهم الإثم شكرا عليك سيدي علي ربي هدي نفوس ربي بارك فيك عايش خويا سهلة من تونس ألو الو عسلامه مرحبا بيك اش احوالك سي وليد الحمد لله ونشكره اش احوال الدكتور لاباس عايش بارك الله فيك مرحبا بيكم الله يعطيكم الصحه وبارك الله فيك عايش خليك الله يخلي في مزاد حسناتكم امين يا رب اجمعين والله كل جمعه نسمعوا فيكم احلى عايش مرحبا بيك الله يخليك عندي ثلاث سؤالات تفضل ثلاثه مبروك الساعه الباك البنت ربي يبارك فيك عايش والله حاتم بن عمار البنت يبارك فيك عايش من الاذاعه الوطنيه من عمري 86 سنه ما شاء الله ما شاء الله عمري 13 سنه مصور في الاذاعه ما شاء الله ما شاء الله عايشك تفضل لله عايشك يا بابا عايش انا عندي سؤالات عندي سؤالات اثنين يقصوني انا بالله صلاه الضحى نصليها بصوره الضحى والانشراح عندها هكاك باهي ولا نصليها بصوره اخرى باهي وعندي نقرا على والدي نهار الجمعه نقرا كل واحد 11 مره قل هو الله احد قالوا لي راي الفاتحه افضل من قل هو الله احد منها لفظ زعما باهي والسؤال الثالث بنية تعاون فيها هنا في الدار اي حموها حساك توفى لي 4 سنين شفاته في المنام شفات مسكين في النار يشحل قال تكحل بالنار كنت مكرك فيه مساخيه خرج فيه من غارة كبيرة قالت هو ونقول سامحني 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 وقالت هو محروق بكل
وما يخليش مسكين قالك يكفر كبير هو مسكين. اي هذه ثلاثة سوالات نتاعوني سي ولدي بارك الله فيك. يكركر فيها هي يكركر فيها هي هي تكركر فيه هي تكركر فيه تحب بارك الله فيكم ان شاء الله. نعم شكرا لك. السؤال الاولاني في صلاه الضحى تصليهم بسوره الضحى والانشراح لا لم يرد في هذا اي لفظ معنا اما مثالش انا صلي باللي تحب هي من القران ما تيسر والاصل هي واحد في الضحى يصلي بالضحى والاصل في الضحى تصلي باربع ركعات ركعتين أي. يعني الاصل في الضحى هو اربع ركعات للي نجم طبعا هذه من مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه الانسان الضحى يكون اربع ركعات تصلي بالضحى والانشراح جيد جميل وهو من القران وتصلي بسور اخرى هي ممكن ذلك. بالنسبه لقراءتها للقران 11 مره لسوره قل هو الله احد هذه ايضا لم ترد تفاصيل في هذا في السنة. تقرأ قل هو الله أحد تقرأ الفاتحة بنية أن يصل ثواب تلك القراءة إلى روح والدها هذا ممكن جائز. أي. أي. ابن صالح يدعو له والقرآن دعاء طبعا. أنت تقرأ القرآن وتدعو كله. له وتدعو تقرأ سورة الفاتحة وتدعو له تقرأ أي نصيب من القرآن وتدعو له إن شاء الله نكون من الأبناء من ذرية صالحة اللي إن شاء الله دعوتنا توصل لأبائنا بحوله لأن هذا فيه شقين هالحديث هذا واحنا ديما نقف عند الشق الثاني وما نقفوش عند الشق الاول. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اذا مات المرء انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه كما نعلم وعلم بثه في صدور الرجال وابن صالح يدعو له. اذا انت وصلت لمقام الدعاء لوالدك بالخير فانت ابن صالح. هذا الشطر الاول. ابن شوف الرسول ابن صالح ابن صالح اذا كان كنت متذكر والديك معناها انك انت تدعي لوالديك وتصدق على والديك معناها انت ابن صالح راك عندك ما شاء الله عندك ضمانات جميله جدا هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم انت دبرت هذا دبرت انت وصلت الى مرحله الصلاح ان شاء الله يا ربي وهذا فضل كبير ولذلك اغتنموا ما تنسوش والديكم نعم من الدعاء وقراءه القران. السؤال الثالث هذه رات حماها انه في النار وقالت هو ما كانش يصلي وهي تنقذ فيه لعل الله تعالى سيأتيها معناها والله أعلم سيأتيها أسباب لتلحق الرحمة لها الرجل هذا إذا هو حماها حموها معناها أبو زوجها ينجم ولده ابنه صالح يدعو له كما قلت فتحاول أن تتذكره وتتذكر رحمها بكل ما هو طيب أما زاد معناها الإنسان مش بالضرورة شايف معناها صحيحة احنا نقوله لعل هي بعض إشارات نقوله تتذكره لعل باش ربي يخفف عنه وإن ترك من ماله شيء مثلا يتصدقوا منه ويعملوا منه صدقة جارية ولده أنت ومالك لأبيك ولده يتصدق ما فيها بأس ولو حتى بالقليل مش بالضرورة يا سيدي اللي في الشهر عشاء مسكين تخرج في الشهر مرة في الشهر عشاء مسكين تخرجوا تقولوا هذا على رحمة بابا هذا ولا تخرج أنت تقول هذه على رحمة حموية لأن لازم تقيل الابن الصالح مش ابن من صلبة اي ابن اي انسان يدعو نعم. فانت اذا كان مش تحقق الرحمه لحموك راكي ايضا انت من الصالحات بحول الله تعالى. نعم نمشيو للمكالمه الهاتفيه المواليه. الو الو عاصمه كلثوم من تونس مرحبا مرحبا لاباس نحمد الله ونشكره وانت لاباس الحمد لله يسك الله يخليك يا وليد تفضلي بالله نحب نسال انا ساعه نحب نحيي راجلي اي هذه حاجة الأولى حاجة هايلة ربي يبارك فيك لا هايلة برشا اي اي نحن نشكر برشا زيدا ولد الناس ما عمر ما غير لي حتى كلمة الحمد لله وهو هذا الأصل وصح عليه هو دبرها راه وخد أنت بتدخلوا للجنة زيدا وأنت 100% راكي طيبة معاه لكن أنت ما خليتيش من روحك زيدا اي لا بالرسمي الحمد لله هذه الباهية الحمد لله والله يا رب بالله يا سيدي صرفت مسألة على عذاب القبر وناكر وناكير اي موجودين تو هذا لا اي شو يدل انا كما نقرا سوره ياسين اي يقول ما فماش معناتها تقول ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا معناها وقتها في حسبنا ربي اي معناتها احنا ما تخلصناش باش يعذبنا مرتين ربي يقولوا ناصر ونكير وعلاش يعذبنا ربي واش دخلنا للجنه علاش ما دخلنا للجنه علاش عذب فينا ها هما يقول الرحمن الرحيم نعم معناتها ما فهمتش انا الواحد يقولون ناكر ونكير. اي. وحاجه واحده اخرى بالله النساء انا الاخ ما سمعت مش تحكي على النساء بصفه عامه النساء هو النسيان ولا شنو؟ هذا اخر ما لا هذه صعيبه شويه هذه لا هذه لا لا النساء هي النساء معناها وهي اياتها كلها تحكي على النساء معناها نعم اغلبها معناها مش كلها اي بس بمعنى واحد اخر ما نعرف
اي ما فما ناس هكا تعمل في مجهود التاويلات هي تعمل في مجهودك مرات مجهود مش في غير محله. لا سورة النساء هي باسم النساء. شكرا لك لله. اختي كلثوم، سورة النساء هي باسم النساء لان وردت فيها احكام كثيره متعلقه بالنساء. نعم. وربي سبحانه عز وجل تحدث فيها عن كل ما يهم النساء، واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن، ويعني حدد ربي كثير. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. نعم. ولا تعذلوهن، تحدث عن الميراث، تحدث عن العلاقه، فقال ايضا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف ثم حرمت عليكم امهاتكم الى غير ذلك. يعني كل كثير من الايات وأغلبها. نعم. والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني كثير من الآيات ذكرت فيها اسم النساء. نعم. إذن فسميت سورة النساء ليست للنسيان، بل يقال الإنسان مبني على السهو والنسيان، وهو أثر هذا من الآثار أن الإنسان بطبعه كما قال ربي في آدم، قال ولقد عهدنا إلى آدم ولم نجد له عزما. ربي قال أن آدم يعني كان ينسى ونساه فضل ربي عليه سبحانه. نعم. ونسي آدم وأخطأ وهزوا الشيطان للمهالك والعياذ بالله. بالنسبة فتاب عليه المولى. نعم فتاب فعلا. عليه رب العز إن شاء الله. نسأل الله التوبة علينا جميعا. منكر ونكير هي وردت أحاديث كثيرة في هذا الموضوع، ولعلنا في الحلقة القادمة إن أردنا إن شاء الله بقينا أهل الخير أن نتحدث عن جانب سؤال منكر ونكير، يعني كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر حاجة لما غادروا بعد الدفن قال اسألوا لأخيكم الثبات فأنه يسأل الآن. يسأل. نعم. هل لما عندما يسأل هل يبدأ عذابه؟ أيضا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت قيامته. بدأ تخل في طور الحساب لكن الله تعالى هو الذي وحده يعلم كيف سيكون هذا الحساب. ورد في الأثر أيضا ورد في بعض الأحاديث أنه أهل الصلاح يبشرون بالجنة. وردت في ذلك آية طبعاً. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن هذه بشرى بالجنة قبل الحساب وقبل العذاب. ولكن ثم آية أخرى زادة والملائكة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم نتجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تستكبرون. معناها إذن والرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال من كذب علي متعمد فليتبوأ مقعده أن يهيئ نفسه لهذا الموت. فقيل أن أهل الخير وأهل الصلاح يكون قبرهم روضة من رياض الجنة إن شاء الله ويفتح لهم شرفة فيرون مكانهم في الجنة. وأهل العذاب والعياذ بالله يكون عليهم القبر غمة وحفرة من حفر النار وتفتح لهم شرفة ليروا مقعدهم في النار. من اللي يعني اللي من سيسأل في 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 القبر ما هو سيقول من اللي كانوا في الدنيا نهار كامل ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. المولى سبحانه سبحانه عز وجل مش يثبتوا في نعم. في كل المراحل متاع ونحن لنكرم أنفسنا. أيوة. ونسأل الله تعالى الجنة. أي من توه. ونسأل الله تعالى. نخدمولها. آمل شو؟ ونهيئولها ونهيئو كل الظروف باش تكون قبورنا بحول الله روضة من رياض الجنة. إن شاء الله يا رب. حتى وإن لم يثبت عقاب القبر وبداية العقاب من القبر على الأقل نهيئ أنفسنا ليكون لقاء مع الله تعالى لقاء المتميزين. نعم. لأن على الأقل هم ثم أربع أصناف ثم زوز أصناف. لا يحاسبون يوم القيامة. صنف يدخل الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب. صح. نسأل الله تعالى أن نكون منهم. آمين يا رب. وهم هؤلاء الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقة والأنبياء وغيرهم. نعم. وهناك أيضا قسم يدخل النار بدون حساب. لطف. الكافر والعياذ بالله في نار جهنم والمشرك بالله تعالى في نار جهنم مخلد يعني لا ينتظر له حساب مباشرة يقذف به في النار. نعم. وهناك الصنفان يحاسبان صنفان. الصنف الأول يحاسب قال فرب العزة يسبل عليه ستره يوم القيامة. نعم. ويدركه بستره ويقول عبدي ألم تفعل كذا وكذا قلوا إيه ربي فعلت قلوا عبدي ألم تفعل كذا وكذا قلوا إيه فعلت يقول سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم فخذ كتابك واذهب إلى الجنة. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. هذا حساب يسير. أي. أما الحساب العسير والعياذ بالله هم الذين تشهد عليهم الملائكة وتشهد عليهم الأرض
ويشهد عليهم كل الخلق أنهم أفسدوا فيرفضوا هذه الشهادات، وقال لا نقبل إلا شاهد من عندنا، فتنطق عليهم جوارحهم أيديهم وألسنتهم وكل، ويختم ربي على أفواههم سكر لهم فمه ويبدأ يده تتكلم وساقه تتكلم، يقولوا ربي هزنا البقعة الفلانية، مشينا المكان الفلاني غير ذاك، فيقولهم من بعد وقت ينطق يقولهم تبا لكم عنكم كنت أدافع، أنا كنت أدافع عليكم ورطوني بلغة أخرى، ثم لا يقبل هذه الشهادة. قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له، يومئذ تحدث أخباره بأن ربك أوحى له، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالك. ليروا ربي يوريكم شو تفرش معناه بالصورة والصوت. أيوة بروبة. أعمالك الكل أكتشف البروبة بالحجة أخذ شوف إيش كنت تعمل، ها هو إيش عمل. الصحابة آمنوا بهذه الآية إيمان المتقين، نعم، ولكن نحن الآن علينا أن نؤمن بها. هو عندك بورتابل تصور قدامك كل شيء صحيح، هو عندك البورتابل بتاعك كاميرا في البورتابل وتصور كل المناسبات بالدقة، تنجم تحط روحك 24 ساعة تحت الكاميرا وتصور حركاتك وسكناتك ومؤمن بها 1400. كيف تستكثر على الله تعالى أن يريك يوم القيامة أعمالك ليوروا أعمالهم ربي بيشتراها بالكاميرا ما تخافش. فمن يعمل الصورة والصوت مثقال ذرة خيرا يرى، قال ربي مثقال، وهذا عدل الله تعالى. نحن نزن أحيانا بالبسكولة الكبيرة الأطنان متاع الحطب وغيره، ونزنوا بالبسكولة الصغيرة الذهب، ونزنوا بالقيراط الديامونت، والله تعالى يزن بالذرة اللي هي أقل من القيراط، عدل ربي سبحانه بالذرة. فمن عمل مثقال ذرة خيرا يراه ربي، قال لك مثقال ذرة، نعم، التي لا ترى بالعين المجردة. إن شاء الله ربي يورينا كين عملنا البيها يا أمين رب. يا رب يا رب. ألو نمشيو للمكالمة الموالية. تميم ألو عسلامة. مرحبا. السلام عليكم. لباس وليد. وعليكم السلام. نحمد الله ونشكره. السلام إلى السيد الدكتور. مرحبا. الله يخليك شكرا. لباس عليكم. نحمد الله ونشكره أسيدي. الحمد لله. لا يا دكتور عندي زي سؤالات إن سمحت. تفضل. شكون معنا وسيد؟ تمام. الإيمان. الإيمان لأم الناس. أي. ويغلط عدة مرات، منها 4-5 مرات يصلحوا له الناس. يغلط فيش في القراءة معناها؟ في القراءة. في القراءة. يصلحوا له مرة الأولى مرة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. أي. هذا واحد يشوفون فيه أمور. ديما هكا معناها ولا مرة؟ لا يغلط أكثر مرة، لا ما أكثر من 4-5 مرات. ما فهمتنيش، معناها كل ما يصلي بيكم هكا يغلط عادة؟ كثير الأغلاط، كثير الأخطاء. نعم باه واضح. هي والسؤال الثاني هو التطويل في خطبة الجمعة، يعني 50-55 دقيقة. والمعلوم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أثر الغضب على الرسول أكثر مما عندما اشتكاه مأمون أن إمامه يطيل عليه الصلاة. نعم. وسبارك الله فيك. شكرا. والله يعطيك الصحة. يعطيك الصحة سي تميم. هذا يعد في سبب خصاصك الحكاية. طبعا الإمام الذي يخطئ ويكثر من الأخطاء يعني يطالب منه بالحق أن يتعلم القراءة. يتعلم القراءة. وإذا كان ممكن، إذا ممكن يعني الإدارة المعنية بالأمر هي تتبع هذه المسألة، وأنتم يعني ليس وشاية به، وإنما يرفع أمر الإدارة حتى تتولى معها الأمر. ثم الإدارات الجهوية وثم الوعاظ الذين السادة الوعاظ يتابعون هؤلاء الأئمة باش يجيوا ينصحوه بيتعلم القرآن. يتعلم مش عيب، إنسان يتعلم مش عيب، خاصة الإمام عليه أن يتقن ليس فقط الحفظ بل القراءة. عليه أن يتقن القراءة، حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه يشدد من لا يحسن قراءة الفاتحة صلاته باطلة. إذن فعد الأئمة على السادة الأئمة أنهم فعلا يجتهدوا في حفظ القرآن. هو تجتهد في حفظ 1000 حاجة. هو احنا هذا موضوع كبير. نعم. تو حكيت الأئمة هذا موضوع كبير ياسر. نعم. من يأم الناس، من يصلي بهم، وهذه صراحة دعوة للسيد وزير الشؤون الدينية اليوم. نعم. بكل صراحة معنا لابد أن نهتم بالأئمة من حيث التأثير ومن دول حيث الإحاطة ومن حيث سمحني فما دول معناها يعملوا ديستاج. نعم. ويعديوا امتحانات. نعم. نعم. مش اللي يجي يذن. نعم. تو ساعات واحد بدي يسمع في أذان. نعم. يعني سبحانك يا رب استغفر الله العظيم والله العظيم أنه أذان معناها. وفما أئمة ما يحفظوش وفما أئمة ما يعرفوش. نعم. المفروض لكن الناس هذوما الدول اللي ما تعمل استاجات للأئمة
وتعلمهم وكذا ويعديوا امتحان يعديوا كونكور. نعم. شكون يشكون لي ام الناس شكون يصلي بها مش كذا. وهذا بصراحه من واجب هذه الوزاره مادام موجوده هذه الوزاره علي ان تعتني اكثر اليوم. ونحن نطلب بكل لطف من السيد الوزير ان يهتم ان تهتم الوزاره عبر الادارات اللي عنده الجهويه المنتشره في كامل الجمهوريه. في كل ولايه عندك اداره جهويه عليها ان تتابع الساده الائمه بدقه. الائمه الحفظه لابد ان تعد لهم دورات لتدريبهم على قراءة القرآن. هم يعملوا فيه هذا يا رب حتى يتعلم القليل. هم القليل. نعم. المؤذن كما قلت. لكن يجب يكون فما شروط. شروط. يعني نعم. أنت باش تصلي بالناس. نعم. إيش حافظ قرآن؟ نعم. يعني فما شروط. نعم. فهمت مش أي واحد يجي يختاروا الأولاد ولا الحومة وكذا. نعم. سليم. الإطالة في خطبة الجمعة. أي مشكلة كبيرة. وأنا على الأقل يعني الأصل أنه خطبة الجمعة مع الصلاة لا تتجاوز نص ساعة 35 دقيقة. يكونوا تقريبا 10 دقائق صلاة تقريبا أو 8 دقائق صلاة وتقريبا من 20 حتى 25 دقيقة هي الخطبة على أقصى تقدير. على أقصى تقدير الخطبة الأولى تقريبا وخاصة في الظروف هذه بتاع كورونا ما نتوز من نقص ظروف كورونا وظروف الواحد ويعني وهو الأصل لماذا هو الأصل لماذا ليست في كثرة الكلام وفي وفرة الكلام الأصل في دقة ما يقوله الإمام. أي. أن تقول كلام دقيق أن يخرج المصلي بفائدة واحدة بفائدة واحدة. احنا اليوم مثلا في خطبة اليوم يعني وقع الإشارة إلى آية كريمة قلت لهم يكفي أن نخرج بهذه الفائدة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. قلت لهم السؤال يسأل كل واحد يسأل لنفسه كيف أوفر الحماية لأسرتي قوا أنفسكم وأهليكم كيف أوفر الوقاية لأسرتي من نار جهنم. يعني قلت له ابحر كل واحد هكا يلوش كيفاش باش يوقي العائله نتاعه. ولذلك يكفي ان يخرج الناس بفائده واحده حديث يحفظوا حديث يزي حديث يخرجوا به حديث. لا وخاصه تو احنا جوامعنا صغيره خاصه نحكي تو على جوامع اللي في وسط البلاد. نعم تلقى الناس كل البر كان شتاء شتاء تصب المطر تصب كان في الصيف نهار كيما اليوم ما عندكش فكره معناها فماذا به الامام الخطيب يعني يراعي الظروف هذه كلها أكيد. ويحط في باله انه فما ناس تجي تزر فما ناس ما عندها الا ساعه راحه نعم الا ساعه راحه طيب يرجع يخدم. نعم ولذلك انا اقول يزمو يمشي يصلي فيها ويفطر فيها ويرجع في ساعه الخدمه. انا اقول في اقصى الحالات ما يلزم تتجاوز صلاه وخطبه الجمعه والصلاه نص ساعه أيه. على اقصى الحالات. نعم. ممكن ان تكون اقل من ذلك ولكن في اقصى الحالات ما يلزمش تفوت نص ساعه. نعم. الو الا مفيده مرحبا. الو عسلام مرحبا بيك. بالله نحب ساعه قبل السؤال نعلق شويه على الحساب اللي تكلمتوه كيكه. فما حديث نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. لا اختي مفيده مش حديث للرسول هي قول لعمر قول زينوا اعمال لا مو لا مو باش لا مو باش نتعلموا مع بعضنا صحيح اللي انا ما نعرفش باش ما ننسبوش حاجه مش لرسول الله هو حديث عمر قال فيه زينوا اعمالكم قبل ان توزنوا عليكم ان توزن عليكم وحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. تفضل بارك الله فيك. لا حبيت نقولها بارك الله تفضل الله يبارك فيك ربي يجازيك خير. نقول سؤال. نعم. حبيت نعرف قوم طبعا شكون قوم طبعا قوم طبع. نعم نعم هاي موجود التعريف نتاعهم باهي حاضر يا ربي يبارك فيك يا ربي يخليك. هما قوم متبع هما كانوا موجودين في اليمن معناها على اذا كان نتذكر مليح موجود هو التعريف نتاعهم معناها هو كان ملك هكا ولا ايوه من هم قوم متبع يا سيدي نجاوبوا المعلومات ولات موجوده تفضل. هو وليس المراد هنا بتبع رجل واحد بل المراد به ملوك اليمن هذه صارت في اليمن. نعم. فكانوا يسمون ملوكهم التبابعة أي. فتبع لقب للملك. نعم. منهم كالخليفة للمسلمين وكسرى للفرس ولكن هذه كي نأخذ الآية في 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 نظرة شاملة أهم خيرنا قوم تبعا والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. ربي يحكي سبحانه عز وجل على الناس اللي كانت عندهم صيت وكان عندهم وجود في مجتمع وكانوا أقوياء كانوا أشداء كما فرعون وهؤلاء قوم تبع ربي سبحانه عز وجل أهلكهم هذوما بطغيانهم وبفسادهم بل أن ربي سبحانه نهى المؤمنين على أنهم يغتروا بهؤلاء اللي عندهم الصيت وعندهم الثروة وعندهم المركز وعندهم النفوذ قال لهم ما تغتروش راهو هاو أمثلة قدامكم أرجعوا
وقرأوا في التاريخ شوفوا الأمثلة دي ربي خسف بهم ربي عذبهم لأنهم خالفوا أمر ربي سبحانه وتعالى. إذن هذا ما ورد في التفسير أن القوم تبع هم نسبة إلى ملوك كانوا في اليمن كما نسمي خليفة المسلمين يسموا التبابعة وهو لقب للملك الذي يملك أمرهم وقيصر للروم مثلا وكسرى للفرس وغيره وتبع هي كانت لملوك اليمن. هو يقال أنه فما هو ملك هؤلاء القوم وقد كان ملكا على بلاد اليمن بما فيها سبأ وحضر موت وتذكر الكتب القديمة أن تبع هذا الملك كان مؤمنا صالحا هو المهم مرجع يجاوبه بالتفصيل خذ فيها أقوال مختلفة شوية إذن الأصل هو هم خيرنا مقام تبعا والذين من قبل أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين فربي سبحانه وجل في هذه الآية يقول أنه مهما بلغ صيت الناس وعلو شأنهم في الحضارة وغير ذلك حضارة فرعون كي حضارة كبيرة يعني وصلوا باش يحنطوا الأموات وبقيت جثثهم إلى الآن الآن الموميات الموجودة ولكن بالرغم هذا هذه الحضارة وهذا الجبروت وهذا فربي لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى قال ربي فأخذه الله نكال الآخرة والأولى هو نكال نكل به ربي سبحانه يبقى عبرة لمن يعتبر إذن فلا لا يغرك شأن من على شأنه فالله تعالى هو العلي الكبير. أما الأسبوع القادم نرجع إلى تبع لأنه في حديث فما حتى حديث هو اللي ذكرت فيه فنرجع لها من بعد. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو أهلا مفيدة. لا مرحبا شكون معنا؟ سلام سي وليد محمد من رابس. مرحبا سيدي محمد. مرحبا سي محمد. وبيك يا عايش يا سي وليد راني عندي قريب 30 سنه نحب نكلمك. يا خويا سامحني انا ما الله غالب سامحني. الله غالب حاولت نطلب قداش مره ما يهمش على كل حال. مرحبا بك. مرحبا بيك ومرحبا بضيفك الكريم. شكرا. عايش. نحب نسال على الانبياء. ثم انبياء مذكورين في القران تقريبا 25 نبي هم مذكورين في القران. نعم. وثم أنبياء أخرين بطبيعة الحال ربي سبحانه يقول منهم من قصصنا ومنهم من لم نقصص ثم أنبياء مثلا في بني إسرائيل كما النبي دانيال وكما النبي أشعياء وكما النبي سامويل نحب نعرف هل ترى هذوما يعني الإيمان بهم كيفاش معناها هل ترى مستر يعني احنا مجبورين باش نؤمنوا بهم كأنبياء على خاطر هما يعني هما ثابتين أنبياء ولا مهمش ثابتين هذا السؤال بتاعي. نعم واضح هو الآية الكريمة واضحة يقول هكا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا هو فقط يزمن نفهم سي محمد أنه الفرق بين الأنبياء والرسل. نعم. الرسل هم أصحاب رسالة وهم يعني معلومون في العدد وفي التكليف معلومين كلهم عندهم رسالة نزلوا برسالة ونزلوا بكتب أو بألواح من الله تعالى لتغيير حياة مجتمع بأسر بأكماله عندما طغى فيهم الفساد وطغى فيهم الجبروت والبعد عن الله تعالى رب سبحانه أنزل رسول لإعادة ذلك القوم وتلك البشرية إلى الجادة وإلى طريق الحق ثم أنزل ربي الأنبياء وأكثر عدد الأنبياء في بني إسرائيل صحيح أكثر عدد لماذا؟ لأنهم خالفوا شرع الله تعالى مخالفات متعددة فأنزل ربي أحيانا النبي هو على دين ذلك الرسول يأتي مصدقا لذلك الرسول وعلى نهجه وعلى دينه وعلى كتابه ويأتي لمعالجة قضية من القضايا داخل المجتمع بالضبط. قضية فرعية أحيانا يكون نبي في قضية فرعية وأحيانا يكون لعشيرته الأقربين يكون فقط لعائلته ولأسرته يعني لأسرته القريبة كما يقول يعني. القرية اللي هو فيها بالضبط مش للمجموعة الكبيرة العرش الكبير ولذلك الأنبياء طبعا احنا كما نمنوا بالرسل نمنوا أيضا بالأنبياء ما ثبت الحديث عنه واختلفوا هنا العلماء والرواة حول عدد الأنبياء فهناك من قال عددهم بالألاف كثير هناك من أحصاهم أقل من ذلك ولكن ما اتفق فيه كل العلماء أن أكثر عدد الأنبياء كان في بني إسرائيل احنا مش مطالبين باش نعرفوا معناها رسالة كل واحد فيها احنا طبعا رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي الخاتم اللي تجمع كل هؤلاء وهي التي جمعت كل ما أتى به الأنبياء والرسل ولكن نحن نؤمن بالأنبياء وبالرسل وبالكتب كلها وهو كان كمال الرحمة وكمال الهداية للخلق. نعم نكتفي بهذا القدر من المكالمات برشا يعني كلها تشوف معناها متنوعة ولكن الإشارة هو أنه هناك نساء أيضا ظالمات
لأزواجهن هذه نعم. زادها موجودة زادها نعم هو لكي نختم هذا الحديث وربما نعود إليه يعني بأشكال أخرى نعم. وبصور أخرى نقول أن اليوم بناء الأسرة من الأشياء اللي الإسلام والدين نعم. الإسلام أعطاها قيمة عالية صحيح على اعتبار أن هي اللبنة المكونة للمجتمع وهي أساس المجتمع وركز الإسلام على تماسك الأسرة وحسن تماسك الأسرة وترابط الأسرة لماذا؟ لأنها ستنتج جيلا للمجتمع نعم ستنتج ثمرات للمجتمع من تلك الأسرة ستتفرع ليعود مثلا كل منا احنا ما نحكيش لكش أنا باش نعود إلى أجيال وأجيال كل مجتمع الآن مثلا من عمره في الستين يعود هو قداش عنده أخوات قداش عنده بنات وأخواته العرس وقداش جابوا وأبوه هو كم عدده في العائلة متاع جده شقال وحميات نلقاو مئات انظر هذا التفرع وهذا الانتشار اللي يعتبره ربي آية من آيات نعم وخلق منكم يعني قال ربي بشرا تنتشرون نعم فهالآية هذه آيات الزواج هي آية عظيمة ربي ذكرها فكيف نستهين بها وقد ما البيت ملقى على عاتق الرجل فهو أيضا ملقى على عاتق المرأة بالضبط احنا برشا أمثلة نقولوا وهذه كان يقولها الوالد الله يرحمه يقول المرأة هوانة ولا شوكة في العانة أي في الخاصرة يعني أي أن المرأة تكون تهون عليك بالضبط. هوانة فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى خديجة وسلم. انظروا هذا التراحم بين الأزواج لما عاد إلى خديجة بعد نزول الوحي أول كلمة أول مرة وأخذوا يعني ارتج الرسول روح مرتج روح يشعر بقشعريرة في بدنه دوب دخل دثروني زملوني فكانت عائشة فكانت خديجة تغطي وتقول هون عليك يا رسول الله هون عليك مش يا رسول هون عليك يا محمد هون عليك كانت تهون عليك وأخذته إلى ورقة ابن نوفل نعم. يعني فقال هذا ناموس الأنبياء فبشرها عندها قالت ما كان ربك ليريد بك سوء يا محمد يعني شوف هذه المرأة وأهزرته ودعمته نعم. هذه المرأة الصالحة يهرب إليها زوجها ليسكن إليها يعني الآن سؤال أنا مطروح يعني لكل امرأة راجلك يستمتع بالقعدة في القهوة ولا يستمتع بالقعدة معك هذا يا سؤال مهم ياسر هذا كل مرأة تجاوب عليه هي. فإن وجدتيه يستمتع بالجلوس في المقهى أكثر من الجلوس معك رأوا الخلل فيك أنت رأوا القاء في القهوة ما يشده إلى القهوة أكثر مما يشده إليك هي. والعكس بالعكس إذا تلقى زوجك تنفر منك حتى في الفراش نعم. يعني وهذا أمر بشرع الله تعالى طبعا. تفر منك لما؟ اسأل روحك اسأل فيما هذا مقصر أنت توجبت موضوع القهوة ذا هي موضوع القهوة عامل ياسر مشاكل يا دايره فما نساء يفكروا بطريقة تالية تقول لك لا خليه معك فما نساء أي نعم تقول لك لا يمشي يقعد مع أصحابه في القهوة أي. ساعتين أما كيف يجي يروح للدار أي. خاطر هي وقت يخذاته هو يقعد مع أصحابه في القهوة القهوة ولا الاستاد ولا السينما ولا المهرجانات كل واحد كيفاش مغروم تقول لك خليه يمشي يقعد هك الساعتين مع أصحابه أما كيف يروح للدار يروح متفرهد يقعد مع مخير يقعد بحذنا الساعة هو متفرد خير ما ولا يقع بالسيف عليه يعني وما عينوش ومخوف الأصحاب ومزاجه مش معك ما قالت الأصحاب بيه يا زادة لا, لا احنا ما قلناش لا عامل ياسر مشاكل الحكاية دي أما لابد أن عندما يعود إلى بيته يشعر بالسكينة أي. فهي عودة المرهق المتعب الكال من عمله إيه ما زال مش كان يضحك ويلعب في القهوة ويروح للدار مكشبر وسيح ويعيط إيه موجود هذا يا سيدي محمود إن كان تبسمك في وجه أخيك صدقة فكيف بتبسمك في وجه زوجتي كي تضحك في وجهها يا عزيزتي وتقول لها الكلام الطيب حلاش ما تقوليش نحبك شنو المانع شرع ربي ما عاش هذا كانوا عمل حاجة أنت عملت محرم هيك تقول نحبك الله أعلم فين تقولها فأنا إطار ربما تقولها في إطار غير شرعي إن شاء الله إن شاء الله يعني ربما يقول فكيف هذه حلالك ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا أنه الإنسان أن قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي قال أحسنكم أو أحسن واحد مع عائلته أحسن واحد يكون مع عائلته قال وأنا خيركم يعني ولذلك نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ خطوات الحبيب المصطفى صلى الله عليه يقودنا بحوله إلى هذه السعادة في الدارين إن شاء الله سعادة في الدنيا سعادة في الآخرة شكرا لكل الزملاء وشكرا للسادة المستمعين الذين تفاعلوا معنا
ونعتذر من المستمعين الذين لم نتمكن من الإجابة على أسئلتهم. نلتقي بإذن الله تعالى في مثل هذا التوقيت من الأسبوع القادم، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. وشكرا الأستاذ محمود جبلة، الدكتور محمود جبلة. دكتور خويا ما تقولي نبركوا لك مرة أخرى، مازال جديدة هي مازال نفحين بها. الإمام الخطيب والباحث في الشأن الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.